دعا رئيس مجلس النواب اللي بيعجي لصالح إلى الاتفاق على حكومة تضم شخصيات وطنية تعمل 6 أو 8 أشهر حتى إجراء الانتخابات. أكد حرصه على إنجاز الاستحقاق الانتخابي تحت إشراف جهة محايدة، لا حكومة الشرق ولا حكومة الغرب على حد تعبيره، مستبعدا أن تعود الحرب في ليبيا مرة أخرى. وتوقع صالح خلال لقائه مشايخ وأعيان المنطقة الغربية في القبة، توقع استكمال اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة لإعداد قوانين الانتخابات 6+6 عملها قبل نهاية مايو أيار الجاري. كانت مصادر ليبية قد أفادت في وقت سابق للتلفزيون العربي بتعثر مفاوضات القادة العسكريين والسياسيين المجتمعين في العاصمة المصرية القاهرة بشأن تشكيل سلطة تنفيذية موحدة لإجراء الانتخابات، حيث يرى ممثلو المنطقة الشرقية ضرورة تشكيل حكومة موحدة، في حين طالب ممثلو المنطقة الغربية بإجراء تعديلات وزارية دون الحاجة لإنشاء سلطة تنفيذية جديدة. تشير المصادر المطلعة إلى توقع استئناف المفاوضات خلال الأيام المقبلة وإشراك أغلبية الأطراف الفاعلة للوصول إلى توافق بشأن السلطة التنفيذية بعد أن تتضح رؤية المبعوث الأممي وعمل اللجنة المشتركة 6+6 بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. من طرابلس مراسلنا عبد الناصر خالد، أهلا بك عبد الناصر. عقيلة صالح يقول لا حكومة غرب ولا حكومة شرق، دعنا نشكل حكومة مستقلة لمدة 8 أشهر للإشراف على الانتخابات. ما أبرز ردود الفعل من الأطراف السياسية على هذا الكلام؟ نعم رويدة، إلى حد هذه اللحظة لا وجود لأي ردود فعل فيما يتعلق بهذه الدعوة التي أطلقها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لكن هذه الدعوة ربما تتماشى بشكل ضمني وأكبر مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة والشريك في مسار العملية الانتقالية وفق الاتفاق السياسي، وهم يرون فعليا ضرورة أن تتجه البلاد إلى توحيد شطريها بحكومة موحدة، لكن هذه الرغبة قد لا تتماشى مع رئاسة المجلس متمثلة في رئيس المجلس خالد المشري الذي يرى بأن على البرلمان أن يفي أولا بالتزاماته فيما يتعلق بالعملية الانتخابية قبل الذهاب إلى أي اتفاق جديد فيما يتعلق بسلطة تنفيذية جديدة. هم يرون بأن على المجلسين أن يتفقا فعليا في توحيد البلاد، لكن هذه الرغبة أيضا لا تنسجم مع أعضاء البرلمان حتى في حد ذاته الذين يرون بأن لا جدوى منها، خاصة وأن المجلسين أي الأعلى للدولة والبرلمان لم يتفقا بشكل أكبر على مسألة متى ستنتهي المرحلة الانتقالية، وبالتالي هم يرون بأن إعادة تشكيل حكومة جديدة هو بمثابة مرحلة أخرى قد تطول وقد تؤدي إلى مزيد من العراقيل. في المقابل تتواصل رويدة المشاورات الجارية لتشكيل حكومة قد لا تكون حكومة بالمعنى الجديد، هي جديدة، ولكن قد يتم تحوير حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مع استثناءات في الوزارات، أي تقليص الوزارات وجعل هذه الحكومة حكومة مصغرة. لكن هناك من يشكك في قدرة الأطراف السياسية فعليا في التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بهذه المشاورات، ويقولون بأن هذه المشاورات لن تفضي إلى شيء، إنما سيستمر الانسداد السياسي في البلاد. نعم. هذا قد أيضا قد يؤيد رغبة البعثة الأممية التي لا ترى أن هناك جدوى من استحداث أي حكومة جديدة، وإنما يجب على حكومة الوحدة الوطنية أن تستمر، وعلى اللجنة المشتركة 6+6 من طرفي النزاع السياسي أي مجلسي النواب والأعلى الدولة أن تفي بمسؤولياتها والتزاماتها باستكمال قوانين القاعدة الانتخابية والذهاب مباشرة إلى الانتخابات. لكن شعبيا رويدة هناك تذمر، هناك قلق، وهناك ربما عدم ثقة من الشارع فيما يتعلق بالمشاورات سواء الجارية لإنشاء حكومة جديدة أو استكمال ما تبقى من قوانين القاعدة الدستورية. هم يرون بأن لن يكون هناك انتخابات هذا العام وقد تطول إلى أكثر من سنة، أي نتحدث على أن الانتخابات قد تكون في العام 2025، وبالتالي قد يتوقع أن تتجدد الاشتباكات في أي لحظة ما بين الأطراف السياسية على خلفية هذه التعثرات والتأجيلات وحتى المشاورات رويدة. شكرا لك عبد الناصر خالد مراسلنا من طرابلس.